السلام عليكم ومرحبا بكم بفيديو جديد. في بعض الأحيان في حياة كل شخص يحدث أن قرارا واحدا فقط هو الذي يحدد مستقبلنا القريب مسبقا، ولكن حتى حياتنا كلها يمكن أن تعتمد على كيف سيكون ذلك صحيحا أم لا. وحتى أكثر من ذلك، فإن مثل هذا القرار سيكون باهظ الثمن عندما يقوم به شخص يبدو أن لديه خيارا واحدا فقط، لأنه يعيش منذ سنوات عديدة في الشارع ويتضور جوعاً. حياة المتشرد التايلاندي الذي يدعى فارلوب البالغ من العمر 44 عاماً لم تكن سهلة. لسنوات عديدة عمل بوظائف بسيطة وعاش في المحطة المحلية. في بعض الأحيان كان يتسول، ولكن في كثير من الأحيان كان يعتمد على قوته لكسب بعض الأموال القليلة من العمل. في خريف عام 2019 وبعد يوم شاق، جلس المتشرد على رصيف المحطة وغطى نفسه ببطانية دافئة لكي ينال قسطا من النوم. ولكن فجأة شاهد رجلا يجري على الرصيف كي يلحق بالقطار المغادر، وكل شيء سيكون على ما يرام. ولكن لفت انتباهه أن الرجل أسقط شيئا من جيبه، وعندما قام ليرى ما هذا لم يصدق عينه. كانت هناك محفظة تبدو باهظة الثمن على الرصيف، ما يعني أنه يجب أن يكون هناك بالتأكيد مبلغ جيد للغاية في الداخل. وعلى الأرجح في هذه الحالة كان الكثير من الأشخاص سيأخذون المال ويفرحون بحظهم، لكن المتشرد ولو من دون فتح المحفظة قرر إعادتها، وبدأ ينادي على الرجل بصوت عال ويحاول اللحاق به وهو يلوح بذراعيه. ولكن في هذه الثانية أغلقت أبواب العربة وانطلق القطار. ظل المتشرد واقفا على المحطة يشاهد القطار يختبئ في الأفق، وبعد قليل قرر فتح المحفظة ليكتشف مبلغا لم يحمله بين يديه من قبل، تحديدا 20,000 باتا تايلانديا أو حوالي 640 دولارا وعدد كبير من البطاقات المصرفية. يبدو أن هذه هي لحظة سعيدة للمتشرد، والآن يمكنه شراء ملابس جديدة لنفسه والعثور على مكان للنوم، وربما كان سيفعل هذا أي شخص آخر في مكانه. لكن فارلوب قرر التخلص من الاكتشاف بشكل مختلف. كما قال الفقير نفسه لاحقا: لم يكن لدي سوى 9 عملات بات في جيبي، حوالي 29 سنتا عندما وجدت المحفظة، ولكن على الرغم من كل هذا كنت أعلم على وجه اليقين أن مثل هذا المبلغ الكبير يجب أن يعاد إلى المالك، لأنه ربما يكون هذا كل ما لديه، وقد يكون هذا المال لتلقي العلاج أو شيء آخر. ودون التفكير مرتين ذهب الرجل إلى أقرب مركز شرطة، حيث قدم بلاغا عن العثور على المحفظة. فوجئ ضباط الشرطة بما فعله الرجل، وقرروا أخذ تفاصيل الاتصال الخاصة به في حال قرر المالك العثور عليه. لم يكن الأمر صعبا، لأن الرجل كان يعيش في المحطة التي يوجد بها مركز الشرطة. وفقا للبيانات المتاحة على البطاقات وجهات الاتصال الأخرى، تم تحديد هوية المالك بسرعة كبيرة، وفي اليوم التالي جاء صاحب المحفظة إلى مركز الشرطة من أجلها. وجد الرجل جميع النقود كما كانت تماما، ثم نظر إلى أحد رجال الشرطة وقال: أين يوجد هذا الشخص؟ منذ تلك اللحظة تغيرت حياة المتشرد تماما. مالك المحفظة المفقودة كان يدعى بانجيلي نيغوس، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 30 عاما. كان معجبا جدا بأمانة الرجل، لدرجة أنه قرر أن يشكره. لكن ما حدث بعد ذلك فاجأ الرجل أكثر، عندما وجد المتشرد عرض عليه نصف محتويات المحفظة من أجل أمانته. رد فعل فارلوب أذهل رجل الأعمال. لم يرفض فقط أخذ المال، بل قال أيضا إنه لم يفعل ذلك من أجل مكافأة، ولكن ببساطة لأن هذا هو العمل الصحيح. يقول رجل الأعمال: في عصرنا من الصعب جدا العثور على شخص يمكن الوثوق به. للأسف الجميع يستهدف المال فقط، ولكن أمامي رجل لم يكن لديه شيء، وفي الوقت نفسه نشأته وقيم الحياة لديه مقدسة. ونظرا لأمانة المتشرد قرر رجل الأعمال تغيير عرضه، فقد قدم له شيئا أكثر من ذلك بكثير، وهو العمل في شركته التي تشمل المعيشة. قال رجل الأعمال: إن هذا هو الشخص الذي أبحث عنه للعمل في شركتي، أنا حقا بحاجة إلى أشخاص طيبين وصادقين. ومن جانبه
شكره الرجل المتشرد على هذه الفرصة لإثبات نفسه من خلال العمل الصادق وتغيير حياته. تبين أن رجل الأعمال الشاب هو صاحب مصنع كبير به العديد من ورش العمل لإنتاج الهياكل المعدنية. وبعد يومين من عثور فارلاوب على المحفظة، تولى مهامه في المصنع واستقر في سكن بجوار المصنع، حيث كان لدى الرجل جميع الظروف لحياة مريحة وعمل. بالإضافة إلى ذلك، أثر فعل المتشرد على صديقة رجل الأعمال تاريكو. بدورها قررت أيضا أن تشكر الرجل وذهبت معه إلى المتجر، حيث اشترت له ملابس جديدة وأشياء أخرى ضرورية. لكن القصة لم تنتهي عند هذا. شاركت تاريكو هذه القصة على فيسبوك، وسرعان ما انتشرت في جميع أنحاء البلاد، وأصبح المتشرد من المشاهير، وتمت دعوته على التلفزيون. علاوة على ذلك، اكتسب الرجل الثقة من خلال عمله الجاد. وبالفعل، بعد بضعة أشهر من عبوره لأول مرة عتبة المصنع، تم ترقيته. بينما كان يعمل بطلنا مقابل $70 في الشهر بالكاد تكفيه، الآن يعمل المتشرد السابق في المصنع مدير وردية، ويتلقى راتبا يقارب $340، وهو أعلى بكثير من المتوسط الوطني. كما أنه يوفر المال لشراء منزله الخاص، وهو متفائل بشأن المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بعلاقة جيدة مع صاحب العمل وعائلته، وغالبا ما تمت دعوته إلى منزلهم. أما بالنسبة إلى قصة كيف انتهى الأمر بالرجل في الشارع، فقد أصبح معروفا في وقت لاحق أنه عند وفاة والدته أخذ شقيقه المنزل، وانتهى به الأمر أولا في شقة مستأجرة، ثم في المحطة التي عاش فيها لعدة سنوات. ولكن رغم كل هذا، لم يشعر بالمرارة ولم يفقد الثقة بالناس. هذه القصة أعجبتني، أتمنى أن تكون أعجبتكم أيضا وفهمتم الرسالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. شكرا لكم، وانتظرونا بفيديو جديد. إلى اللقاء.